دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى فتح حوار مع النقابات في قطاع الصحة والتربية، وقال تبون إن الهدف هو مراجعة الوضعية الاجتماعية والمهنية للعمال. وتأتي دعوة تبون في هذا في ظل تصاعد احتجاجات الاجتماعية لعدة قطاعات، كان آخرها مظاهرة لمنتسبي الدفاع المدني بالقرب من القصر الرئاسي احتجاجا على ظروفهم الاجتماعية. وللحديث عن هذا الموضوع ومناقشته دعوني أرحب بانضمام ضيفي من الجزائر، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق أدزيري، ومنسق النقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي دكتور عبد الحفيظ ملعط. أهلا بكما معي، وأبدأ معك دكتور عبد الحفيظ. لعل المسؤولين والحكومة والسلطات في الجزائر في الفترة الأخيرة مع هذه الإضرابات والاحتجاجات النقابية والاجتماعية كان هناك نوع من اللجوء إلى شيطنتها، إلى تخوينها، تساؤلات أنه عن التوقيت، عن أجنداتها، من يقف وراءها، أو حتى التشكيك في دوافعها. لماذا اختارت الآن الجزائر الحوار؟ ما الذي تغير؟ نعم، مرحبا سيدتي، وأولا تحية لمشاهدي الكرام ورمضان كريم، وأشكركم على هذه الدعوة الكريمة. لكن أريد أن أوضح شيء مهم. طبعا أن الدعوة إلى الحوار ليست يعني وليدة الأيام السابقة. نتذكر جيدا أن السيد رئيس الجمهورية في السنة الماضية وتقريبا في نفس التوقيت، يعني في ممكن في شهر مارس أو فبراير من السنة الماضية، بمناسبة مكافحة وباء كورونا، نفسي وجه دعوة للحكومة لفتح أبواب الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين للمساعدة في تجاوز هذه الأزمة. كذلك نلاحظ أن في حتى في خطاب رئيس الجمهورية، خطاب التنصيب تاع السيد رئيس الجمهورية، نفسي كذلك دعا إلى فتح كل أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين. فهذه الدعوة. ولكن دكتور عبد الحفيظ، يعني جراد نفسه رئيس الحكومة يعني منذ يقول البداية أنه لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد للاحتجاجات النقابية واستغلال الحركات النقابية والإضرابات، لا يفهم منه إلا أنه يخدم أهدافا واضحة وإن كانت غير معلنة ترمي إلى تعكير مناخ التغيير الذي شرعت فيه السلطات. الآن نريد أن نفتح الحوار مع هؤلاء. نعم، دعينا نتكلم بصراحة. أول شيء، ممارسة حق النقابة هي حق دستوري مكفول بالدستور في كل دساتير الجزائر، يعني منذ السابق هو حق يعني مكفول لجميع النقابات وجميع الشركاء الاجتماعيين. لا نقول أن الوضعية يعني خضراء أو وضعية يعني ممتازة أو جيدة جدا، لكن نفس الشيء حتى نعطي لكل ذي حق حقه، لا يمكن كذلك أن نسود الوضعية، معناها النظرة السوداوية، معناها النظرة المبالغة في التفاؤل مرفوضة، والنظرة المبالغة في التشاؤم كذلك مرفوضة. لا نقول أن هناك يعني كل أمور تسير على أحسن ما يرام، لكن في نفس الوقت لا يمكن أن نبخس كل الإنجازات التي حققت بالنسبة للنقابات. نتذكر أنه يعني منذ أشهر بسيطة يعني تم تعديل يعني القانون 90/14 خاصة 5 مواد منهم متعلقة بممارسة العام النقابي، وهذا يعني بناء على توصيات مكتب الشغل الدولي، ويعني تم تشديد يعني تشديد كما يقال يعني حماية الحق النقابي في الجزائر. نحن طبعا نقول أن هذه الإجراءات لا نقول أنها كافية 100%، لكنها على الأقل هي تطور ملحوظ في ممارسة العام النقابي. كما قلت لك منذ قليل أن الدعوة إلى الحوار مع الشركاء الاجتماعيين ليس وليدة الأمس، هي منذ تنصيب سيد رئيس الجمهورية وفي السنة الماضية، ولاحظنا أن الشركاء الاجتماعيين أو النقابات ساهموا في كل في قطاعه في تجاوز أزمة كورونا. لكن عودة إلى السؤال تاعك، طبعا لا ننكر أنه لا نقول أنه كل الشركاء الاجتماعيين، لا نقول أن كل النقابات، لكن لا ننكر، وهذا الشيء يعني لا يمكن إنكاره، أن هناك للأسف بعض النقابات التي تعمل وفق يعني توجهات سياسية وأجندات سياسية معينة، وهذا شيء فرغ منه يعني لا يمكن إنكاره. يعني النقابات يعني تتبع يعني أنا لست هنا لتوصيف وذكر هذه النقابات، هي تعرف نفسها، لكن للأسف شديد لا نقول كل النقابات، عندنا 93 نقابة يعني حسب وزارة العمل، لا نقول أنها كلها يعني كلها تعمل وفق أجندة
اجندات سياسيه، لكن هناك منها من يعمل وفق اجندات سياسيه، هناك من يعني يسيس العمل النقابي. اذا اردنا فعلا ان يكون هناك عمل نقابي في الجزائر حقيقي، طبعا هو القانون ليس فقط قانون 90-14 او المعدل، وليس فقط في كل دول العالم، يعني هناك يعني لابد ان يكون هناك فصل بين العمل النقابي والعمل السياسي، لانه نحن طبعا لا ننكر ان هناك مشاكل اجتماعيه، سواء في قطاع التعليم العالي الذي امثله، سواء في قطاع التربيه الذي يمثله الضيف الحاضر معي، سواء في قطاعات اخرى هناك مشاكل اجتماعيه كبيره. هذه المشاكل ليست ولدت الامس، هذه المشاكل ليست ولدت الاسبوع الماضي او الشهر الماضي او حتى السنه الماضيه، هي تراكمات لسنوات طويله تعود ممكن الى عشريات. لكن هناك بعض التساؤلات، لماذا في كثير من الاحيان ربط يعني المطالبه بهذه المطالبه او الاحتجاجات ربطها بمناسبات سياسيه معينه؟ طيب لماذا ممتاز، هذا السؤال اريد ان اقوله هنا الى استاذ صادق. طبعا عن هذه التساؤلات مطروحه، حمله الاضرابات في نفس التوقيت، هل التوقيتات كانت بريئه استاذ صادق؟ قبل ان نتحدث عن الدعوه للحوار او التعليق عليها. شكرا على الاستضافة أولا، تحية ليك ولضيفك الكريم ولكل المشاهدين عبر قناتكم. فيما يتعلق بهذا الأمر، في الحقيقة أن هذه الاحتجاجات فرضت نفسها عن طريق خروج الموظفين، مثلا نأخذ قطاع التربية، خروج الموظفين والأساتذة هكذا إلى الشارع للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية، بدأت بالراتب والمخلفات وأصبحت في المطالبة بالقدرة الشرائية، واليوم في بعض الولايات في احتجاجات مستمرة. وبالتالي نقول أن هذه الظروف الاجتماعية دفعتهم إلى الخروج، حتى على إذا فرضنا أنه نظرية المؤامرة والأجندات موجودة، على الحكومة أن تدرك لن تذهب إلى الحلول الحقيقية ومعالجتها. نحن لما كنقابة مسؤولة وكنقابات أيضا في إطار نقابات التربية اجتمعنا في 14 نقابة وقلنا علينا أن نتحمل مسؤولياتنا تجاه هذه الملفات لتبني المطالب المشروعة، حتى يكون التحكم ويعطى تبليغ الصوت الحقيقي للعمال، وحتى نحمي مناضلين، لأن مناضلين أيضا هم في الشارع. طيب، ولكن هل هذا استغلال للظرفية والأوضاع وحالة الاحتقان الموجودة حاليا في البلاد، ناهيك عن الأزمات الاجتماعية وكذلك الاقتصادية بطبيعة الحال، حتى عند المنادات برفع الرواتب، هذا بطبيعة الحال في ظل كورونا وفي ظل الأزمة والإغلاق وما إلى ذلك، هذا من أين ستأتي الدولة ربما بهذه الأموال في هذا التوقيت الآن؟ هي تراكمات سابقة، والحوار كنا نمارسه وما زلنا نمارسه، لكن أي حوار؟ الحوار ليس فقط الجلوس إلى الطاولة والحديث، بل الحوار نريد أن يكون بحوارا جادا مسؤولا يفضي إلى الحلول للمشاكل الحقيقية. نحن في قطاع التربية مثلا منذ سنتين هناك ركود تام في بالنسبة لملفاتنا، بالنسبة للمشاكل المطروحة. المشاكل ليس ولدت الآن الظرف الحالي، إنما ربما الموظفين والعمال والتحرك جاء في هذا الوقت، ربما حتى يسمع الصوت أكثر نتيجة لربما الظرف مناسب للتحرك لتحقيق بعض المطالب، بدليل أن رجع الصدى من السيد رئيس الجمهورية، وهو قد التزم في إطار تعهداته في الانتخابات، في الحملة الانتخابية وحتى في الخرجات الإعلامية، بالتكفل بمشاكل المعلمين والقانون الأساسي، ومن ثم جاء رجع الصدى اليوم في أحد الملفات المطروحة اللي هو ملف القانون الأساسي وإعادة فتحه. وهذا الملف في حد ذاته قد تمت المحاورة عنه وفيه لمدة 3 سنوات سابقة، ولم نفضي إلى حلول، وبالتالي نحن نثمن هذه الدعوة إلى لفتح هذا الملف والحوار حوله، لكن لا نريد أن يكون مصير هذا الحوار مثل السابق. لا نريد أن يكون هذا الحوار مثل المرات السابقة، وهذا ملف من الملفات المطروحة. لكن القطرة التي أفاضت الكأس اليوم هي مسألة القدرة الشرائية، في تدني فظيع، يعني فأمر في الحقيقة صعب على كل الموظفين والعمال، وفيه تدني فظيع في القدرة الشرائية، وصل في سنة 2020
إلى 23% في سنة واحدة، انخفاض في القدرة الشرائية، ومنذ سنة 2012 وهو في انحدار. ومن مسألة الأجور لم تعالج، لم تراجع منذ 2008. فنحن نرى أن هذا الملف أيضا نريد من السيد رئيس الجمهورية ومن السلطات العليا في البلاد أن يأخذ بزمام الأمور، وأن يعالج هذا الأمر بكل يعني دقة، وحتى يأخذ العمال والموظفين حقوقهم في هذا الأمر هذا، والعيش يعني يكفل لهم العيش الكريم. اليوم المعلم الذي يأخذ ما هي بمقدار ربما يعني 150 أورو في الشهر، هذه لا تغطي حاجياته. نحن نتكلم بالأورو لأننا نذهب إلى السوق ونقتني حاجياتنا بالعملة الصعبة، يا إما بالأورو وإما بالدولار من حيث السوق. لكن هذه المادة وهذه الماهية وهذا الأجر، إذا سميناه أجرا أصلا فهو منحة لا يغطي الحاجيات الضرورية. نريد إعادة الاعتبار في هذا الأمر، وفتح هذا الملف ليشهد قطاع التربية كسائر القطاعات الأخرى استقرارا. طيب. وقد اقترحنا في هذا الأمر هذا. سأعود إليك إلى المقترحات والمطالب بالنسبة للفترة المقبلة بشكل عام، ليس على مستوى التعليم ولكن النقابات حاليا ربما في إطار هذا التنسيق ما بين النقابات والدعوات للحوار. ولكن دكتور عبد الحفيظ، يعني الدعوة للحوار الآن هل تعكس إرادة سياسية جادة بحل هذه الملفات وتغطيتها، أم أنها لاحتواء هذه الأزمة ليس إلا، خاصة أنه لديها تداعياتها بطبيعة الحال حاليا في الرأي العام الجزائري؟ والله هي لو كانت الدعوة إلى الحوار يعني كما قلت منذ قليل وليدة الأسبوع الماضي ويتسرح رئيس الجمهورية، لقلنا أنها يعني دعوة ممكن لتجاوز هذه الأزمة، لأن نعرف أن القطاعات هناك غليان في عدد من القطاعات. لاحظنا في الأسبوع الماضي يعني إعلان إضرابات يعني في العديد من القطاعات، لكن ممكن هي خطوة لحلحلة المشكلة هذه، لكنها هي ليست خطوة تكتيكية، لكن هي أظنها خطوة استراتيجية، هي مبنية على مواقف سابقة يعني لسيد رئيس الجمهورية منذ انتخابه، وهو طبعا في كل مرة يدعو إلى فتح أبواب الحوار. لكن يعني الشيء المؤسف يعني أنه سياسة لوي الذراع هي الممكن مرفوضة، لأنه عندما أسمع يعني من يقول أن استغلال لهذه الفترة الإضرابات لإسماع صوتنا، فهنا نعرف أن هناك استغلال لمرحلة سياسية، هذا يعني كلام واضح. عندما نقول استغلال لهذه المرحلة لإسماع صوتنا، هو استغلال المرحلة السياسية، معناه وكأنك تريد أن تستغل هذه الظروف السياسية، ونحن على بعد 5 أسابيع من الانتخابات التشريعية، وكأنك تريد أن تستغل هذه الظروف السياسية لتحقيق مطالب نقابية، وهذا شيء مرفوض. طبعا احنا يا كنقابة المفروض أن لا نستغل الظروف السياسية لتحقيق مآرب شخصية. هناك ولكن كله متداخل في بعضه دكتور عبد الحفيظ، ما هو سياسي قطاعات. بما هو اجتماعي، بما بالقدرة الشرائية، بالرواتب، بالحالة الاجتماعية والاقتصادية في البلد، بمسألة السيولة، كله يؤثر في كله. أكيد أنا أوافقك الرأي. يعني الضيف الكريم عنده منذ لحظات واش صرح قال أنه هذه المشاكل هي تراكم تاع عقود يعني سنوات طويلة، ونفس الشيء اللي قلته أنايا، معناها أنه هذه المشاكل ماهيش مشاكل ظرفية ظهرت بالأمس أو ظهرت السنة هذه أو السنة الماضية. هي ممكن منذ 2008 كما قال الزميل، يعني مشاكل يعني اللي عندها سنوات طويلة أكثر من عقد ونصف، معناها ماهيش مشاكل ولدت الساعة. لذلك لماذا نريد أن نحل هذه المشاكل على مقربة 3 أسابيع 4 أسابيع انتخابات الرئاسية؟ إذن هنا أي إنسان يكون يلاحظ أن هناك مناورة سياسية في الموضوع. طبعا نحن لا نقلل من بل نحن نقف إلى جانب زملائنا سواء في قطاع التربية، سواء في قطاع الصحة، سواء في قطاع الحماية المدنية. كذلك نحن كقطاع التعليم العالي عانينا كثيرا، يعني ونعرف الظروف الاجتماعية سيئة جدا للأساتذة أو حتى لباقي العمال وموظفي قطاع التعليم العالي. نعرف أن هناك ظروف صعبة، لكن نعرف أنه هناك كذلك إرادة، أو التمسنا إرادة للحوار الحقيقي لحل هذه المشاكل. يعني منذ ولكن هل في هذه الظروف يعني الدولة قادرة على تأمين هذه المطالب؟ القرار لرفع هناك قرار صدر
طبعا هناك قرار صدر منذ أيام فقط برفع الحد الأدنى للأجور من 18000 دينار إلى 20000 دينار، وهذا طبعا رغم الظروف، لا يمكن أن هناك ظروف صعبة مالية للدولة، يعني ظروف صعبة مالية أمام انخفاض البترول، أمام يعني ظروف عديدة كثيرة، لكن رغم ذلك الدولة تعهدت، ورغم أن هذه الرفع الأجر الأدنى المضمون يعني منذ سنوات طويلة يعني هو بقى ملف جامد، السيد رئيس الجمهورية قام منذ أيام برفع الأجر الأدنى المضمون ب 2000 دينار جزائري. طبعا نقول أن هناك إرادة، لكن الملفات صعبة جدا، من الصعب أن تحل يعني في يوم أو في أسبوع أو في شهر أو حتى في سنة. طبعا هناك تراكمات، وعندما نقول تراكمات هي قضية أكثر من 15 سنة، تراكمات ملفات عديدة في كل القطاعات بدون استثناء، خاصة القطاعات التابعة للوظيفة العمومية كلها تعاني، ليس فقط قطاع التربية، كل قطاعات التعليم العالي، الصحة، كل قطاعات تعاني، أكيد هناك مشاكل عميقة، لكن نحن نؤمن أن الحل تاعها ما يكونش في يوم أو يومين، لابد أن تكون هناك حوار جاد يعني بين النقابات، وحنا في قطاع التعليم العالي يعني بالنسبة لنقابتنا يعني فاتحين حوار مع وزارة التعليم العالي، حتى بالنسبة للقانون الأساسي طبعا رانا طيب في حوار لتعديل القانون دكتور الأساسي. عبد الحفيظ لو سمحت لي فقط لأن أريد حوارات لحلها جانب أيضا من تعليق، ونتيح الوقت كذلك لأستاذ صادق تزيري ليتفاعل ربما مع جانب من هذه النقاط، خاصة عند إشارتك لسياسة أو ما وصفتها بلي الذراع من قبل النقابات بتوظيفها للوضع السياسي الراهن في البلاد من أجل تحقيق مصالحها. أستاذ صادق، أليس هذا هو واقع الحال، خاصة في ظل الإشارة والتركيز على أن هذا تراكمات لسنوات من قبل، وبالتالي عدم إتاحة المجال للانتقال السياسي الديمقراطي القائم حاليا في البلاد، ألا يجعل هذا من النقابات تفقد الدور المنوط بها في المجتمع وتركز على مطالب فئوية محدودة؟ والله أولا يعني تمنيت أن لا أسمع هذا الكلام من الزميل، هو كنقابي في هذا الطرح. النقابة وجدت لهذا الغرض، النقابة وجدت لتغير موازين القوى لصالح العمال، لصالح الموظفين، لصالح مطالبهم. أولا تكلم على شيطنة بعض النقابات وبأجندات وكذا، تمنينا أنه يذكر هذه النقابات، وإلا لما الداعي لمثل هذه الأشياء؟ والحكومة والدولة الجزائرية لديها من الأجهزة ما يكشف كل هذه القضايا، وإن وجدت فكل شخص يتحمل مسؤولياته تجاه هذه القضايا. إذن نظرية المؤامرة هذه ونجعلها كمشجب لنعلق فيها فشل سياسات حكومية لمعالجة القضايا، حتى الحوار الذي تكلم عنه هو الحوار الحوار الحوار، السيد رئيس الجمهورية دعا إلى الحوار منذ سنة مثل ما تكلم الزميل، منذ سنة إلى اليوم لم يتغير شيء في واقعنا، بقي الواقع كما هو. نريد لهذا الحوار أن يتحرك إلى أشياء ملموسة تغير من واقع الموظفين والعمال في الاتجاه الصحيح. أما مسألة الانتخابات ومسألة المواعيد الهامة في البلاد، فنحن يعني لا يزايد علينا أحد في وطنيتنا، ولا يزايد علينا أحد في نضالنا، فنحن نمثل العمال، والعمال اليوم هم في الشارع. كنقابات تحملنا مسؤولياتنا وأردنا أن نواجه هذه القضايا حتى لا تذهب إلى أشياء أخرى، ونواجه ما طلبنا مع الحكومة في إطار الحوار، نريد أن يتحول إلى مفاوضة حقيقية بأجندات زمنية واضحة، حتى القانون الأساسي أو القدرة الشرائية مليح تكون هناك أجندة زمنية لحل حالة الأوضاع ومعالجة هذه المشاكل، وهذا دور الحكومة. أما دور النقابة فهي ليست المسايرة، ونبقى نمشي في إطار نصفق لسياسة الحكومة، بل نريد لتغيير أوضاع العمال، أوضاع الأساتذة، نذهب إلى الأحسن، نستحق أحسن من هذا العيش، نستحق ظروف أحسن من هذه، وبالتالي نريد فعلا أن نضغط من خلال نقابات، من خلال هذا الإضراب الذي هو حق دستوري، لنبلغ صوتنا في أي مناسبة تتاح لنا من أجل رجع الصدى وتحسين ظروفنا. أما مسألة يعني تعكير الأجواء أو شيء من هذا القبيل، نحن بعيدين كل البعد على هذه الأشياء، والذي يملك أدلة أخرى فما عليه لا نكشف
في الرأي العام. أما أن نذهب إلى هذه الأطروحات حتى نغطي، يعني تصبح هي الشجرة التي تغطي على الغابة، مسألة الحوار نعم المشاكل لا تفتح في ظرف واحد في شهر واحد نعم، لكن بأجندات زمنية واضحة بميقات معين في كل الملفات اللي تعالج حتى لا تبقى التراكمات، وفي نفس الوقت حتى نعطي الفرصة لهذه الملفات أن تعالج ونحسن أوضاع العمال والموظفين والأساتذة، وبالمناسبة نضم صوتنا ويعني بكل يعني روح نقابية مع زملائنا في كل القطاعات التي تحركت وعلى رأسها اليوم بالنسبة لأعوان الحماية المدنية أو غيرها من القطاعات، نحن متضامنون في هذا الأمر هذا، وهذه بلدنا ونريد لشعبنا أن يعيش أحسن من هذه الظروف، ولموظفينا ونحن كنقابات ندافع عن العمال والأساتذة والموظفين، نريد أن تحسين وتغيير هذه الأوضاع، نريد قرارات أكثر جرأة من السلطات العليا في البلاد، كما وعد السيد رئيس الجمهورية في السابق بالنسبة لتحسين ظروف الأساتذة وزيادة في الأجور، وقد أعلن عن ذلك، نريد إن شاء الله أن تكون التفاتة قوية في هذا الأمر حتى يستقر قطاع التربية وتستقر كل القطاعات الهامة في البلاد، ونسهم بحوار اجتماعي يعني جاد في البلاد، ونسهم في التنمية المحلية الوطنية، ونحافظ نعم على وحدة التراب الوطني واستقرار البلاد إلى آخره. فنحن في هذا الأمر جاهزون، لكن نريد حقوقنا بكل أمانة حتى نؤدي واجباتنا بكل كرامة. طيب دكتور عبد الحفيظ، هل نتوقع تفعيل هذه الدعوة للحوار قريبا؟ أول شيء فقط هناك تعقيب بسيط. طبعا أذكر الضيف الكريم أن نقابة المجلس الوطني للسيادة التعليم العالي هي أول نقابة مستقلة في الجزائر، يعني نقابة عندها أكثر من 32 سنة في النضال النقابي، هي أول نقابة معتمدة في الجزائر وأقدم نقابة معتمدة في الجزائر. وطبعا تاريخنا النضالي لا, لا, لا ليس هناك من حق أي شخص أن يزايد عليه، ونحن لم نشيطن أي نقابة ولم نشيطن أي شريك اجتماعي، نحن قلنا ما هو موجود في الواقع واستشفينا حتى من التصريحات يعني منذ قليل عندما قال نريد أن نستغل الظرف لتحقيق المكاسب. طبعا نحن نرفض هذه السياسة، ممكن هو يقبل السياسه هو حر، طبعا انا لا الزمه بان يكون رايه مثل رايي، هو حر في رايه تاعو. نحن كنقابه المجلس الوطني للسيادة التعليم العالي نرفض الخلط بين السياسه والعمل النقابي، نرفض استغلال الظرف السياسي لتحقيق مآرب نقابيه. قلنا ان الانتخابات الرئاسيه على بعد 4 أو 5 أسابيع، بعدها ان شاء الله الوقت طويل والاسابيع طويله الاشهر طويله، من حق كل نقابات ان تطالب وتدافع، ونحن نتضامن مع كل نقابات، لسنا ضد مطالب نقابات التربيه ونؤازرها. انت اشرت اليها في اكثر من مناسبه خلال هذه الحلقة دكتور عبد الحفيظ، دعا إلى الحوار منذ سنة، لماذا منذ سنة لم يتم المضي قدما ولو بخطوة من أجل الحوار، من أجل تفعيله، من أجل وضع أجندات محددة؟ أكيد هو عندما دعا الحوار سيد رئيس الجمهورية السنة الماضية أظن شهر فيفري أو مارس من السنة الماضية، هو كان بمناسبة أزمة كورونا، وأزمة شهر مارس بالضبط من السنة الماضية هو كان بمناسبة أزمة كورونا، ودعا الحكومة وكل قطاعات الحكومة إلى التحاور مع النقابات لتجاوز هذه الأزمة، ولاحظنا أن النقابات في كل قطاعات كان لها دور كبير في تجاوز الأزمة هذه، من بينها نقابة المجلس الوطني للسيادة التعليم العالي التي قدمت برنامج لإنقاذ الموسم الجامعي، والحمد لله مع الوزارة تم تطبيق هذا البرنامج وأنقذنا الجامعة والموسم الجامعي. طبعا هذا كانت دعوة كانت لأجل تجاوز مرحلة كورونا التي أربكت كل دول العالم، اليوم دعوة إلى الحوار لأجل تجاوز المشاكل الاجتماعية، هذه دعوة طبعا أهدافها مختلفة دعوة السنة الماضية، تجاوز المشاكل الاجتماعية. لا نقول أن الدعوة هذه طبعا ستحقق الأهداف تاعها في أسبوع أو أسبوعين، لكن هناك دعوة. طبعا لابد علينا أن نتخلى عن سياسة طبعا سياسة رفض كل ما يأتي من الدولة، لابد طبعا احنا نلبي دعوة الحوار، نسعى الى الحوار ونجلس الى طاولة الحوار، ان كانت هناك نتائج طبعا نحن سنسعى في تحقيق هذه النتائج بالشراكة الاجتماعية، حتى اسمنا شركاء اجتماعيين، معنا نحن شركاء في تسيير الشأن العام داخل القطاعات التي نمثلها وليس فقط نقابات. طبعا من حقنا ندافع على القطاعات تاعنا، نتكلم على قطاع التعليم العالي، قطاع التعليم العالي يعاني ويعاني ويعاني، ونحن سنعمل طبعا على كممثلين الأساتذة سنعمل لرفع هذه المعاناة، لكن انا كي اوضح هذه النقطة انا لم اقول
أقول أني ضد مطالب النقابات، أنا أؤازر مطالب النقابات، أنا أرفض ربطها بالمواعيد السياسية فقط. هذا هو التعليق تاعي، رفض المطالب الاجتماعية أو إثارة المطالب الاجتماعية. لأنه هل يعقل أنه يعني كل النقابات يعني في نفس الأسبوع يعني هذه المشاكل تراكمت سنوات طويلة يعني تظهر غير في الأسبوع هذا يعني على مرمى شهر من الانتخابات الجنائية. هذا هو فقط أحب أن أقوله وأؤكد ربما على هذه النقاط. نعم. وأنقل تساؤل أنت أشرت إليه، هو لماذا لم يتم الانتظار حتى ما بعد الانتخابات التشريعية وبالتالي تسفر عن حكومة جديدة وبالتالي التفاوض معها على أي من المطالب المطروحة على الطاولة أستاذ صادق؟ بالنسبة لهذا الأمر أنا أعيد وأكرر أنه ليس استغلالا لمرحلة سياسية، بل هو اختيار لوقت نراه مناسبا للمطالبة وإسماع الصوت ورجع الصدى. والدليل أنه اليوم فيه رجع صدى لفتح الحوار، فيه رجع صدى من أجل حلحلة الأمور، وفيه ملفات ربما ستفتح، ونتمنى أن يأخذ هذا الطريق، يعني هذا الطريق يأخذ مجاله في الحل. أما الانتخابات لازالت أمامنا والحملة الانتخابية لازال وقتها، نأمل إن شاء الله أن تكون إجراءات أخرى جريئة في الأيام القليلة القادمة وتتحلحل الأوضاع وتعود الأمور إلى نصابها. أما في كل مرة أنه فيه نوع من الاستغلال، لا، المسألة أنه العمال تحركوا بدون نقابات ويقولون لا للنقابات، ونحن لا نريد أن يكون تحرك بدون نقابات. تحملنا مسؤولياتنا ودخلنا على الخط لأنه الظرف نراه فعلا مواتيا لربما تحصيل بعض المطالب والوصول إلى بعض المطالب، لكن هذا ليس استغلالا بل هو اختيار لوقت نراه مناسبا ربما لاسترجاع بعض الحقوق والحفاظ على بعض المكتسبات، ولنا كل الحق في هذا الاختيار وحتى نحترم في إطار القانون ممارستنا في العمل النقابي في هذا الأمر هذا. أما على الدولة وعلى الحكومة هي أنها تتفاعل إيجابيا، وهذا الذي نأمله مع المطالب الحقيقية للعمال بأجندات زمنية واضحة بحوار جاد، ومن ثم تستقر هذه القطاعات وتسهم في التنمية الوطنية. لهذا الملف شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمين من الجزائر، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق تزيري، شكرا لك أيضا منسق نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الدكتور عبد الحفيظ ميلاد.